بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم بسكوت اليانسون. بسكوت حلو قوي، ويعني حلو كده لما نفطر بيه مع الشاي بحليب الصبح كده، وخفيف جدا ومكوناته كلها سهلة وموجودة في البيت، يعني مش مكلف جدا، اقتصادي جدا. هقول لكم دلوقتي على المقادير. أنا عندي هنا 4 بيضات، عندي هاخد 2 كبار يانسون، وعندي 1 كوباية زيت وكوباية سكر ومعلقة فانيليا ورشة ملح و3 كوبايات دقيق. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هحط المكونات الجافة كلها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت رشة ملح، وهنحط البيكنج باودر بتاعنا. بسم الله، في 15 جرام، وهناخد 2 اليانسون كبار. بسم الله، اللي عايز يزود طبعا ممكن يزود، هنزود شوية كمان مش مشكلة اهوت، عشان يدي ريحة حلوة اوي اوي للبسكوت. وهنقلبهم كده مع بعض، دي اول مرحلة عندي. بسم الله، وهنركنه على جنب. هبدأ عندي المرحلة التانية، هبدأ احط كل بقى المواد السائلة كلها مع بعضها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها في الخلاط، هضربها في الخلاط علشان يكون سريع معايا ويوفر معايا في الوقت. زي ما انتوا قلتوا لكم، كيكة جميلة جدا، بسكوتة جميلة جدا. ودي معلقة الفانيليا، ما بتاخدش وقت خالص. وهنا السكر بتاعنا والزيت، وهنضربهم كلهم مع بعض ونرجع تاني. هنا بعد ما ضربتهم عندي في الخلاط، هبدا انزل بيهم على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اخلطهم كلهم مع بعض، وهبدا اقلبهم كده زي ما انتم شايفين، وادخل الدقيق كله في العجينه. هي ما بتبقاش متماسكه طبعا، هي بتبقى سايحه شويه وماسكه في الايد اهيت. هنخلطهم كلهم في بعض، ونكون مجهزين عندنا صينيه دهنينها. بسم الله، هي بتبقى عجينة تقيلة شوية، بس مش تقيلة قوي، يعني تقيلة بس مش تقيلة قوي. هنشوفها دلوقتي القوام بتاعها. بسم الله، هنا بعد ما ندمج كلهم مع بعض، او زي ما انتم شايفين ده قوامها، بتبقى عاملة كده اهيت، بتبقى ملزقة خالص اهي، ما بتبقاش ماسكة في بعضها. هبدأ افردها دلوقتي عندي في الصينية بتاعتي. هبدأ انزل دلوقتي العجينة بتاعتي بتاعت البسكوت اهيت في الصينية. بسم الله، هنزل بيها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا انا هدهن ايدي زيت وهبدا افردها عندي في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هبدا انزل العجينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا افردها عندي خالص في العجينه، في الصينيه بتاعتي. افرد العجينه في الصينيه بتاعتي كده لحد ما اديها كلها تبقى سوا واحد، ما اخليش علامات الصوابع دي. يعني اول ما افردها اوقف، اخلي بالي ما بقاش فيه علامات ولا اي حاجة، وخليها كلها سوا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا زيت ايدي لازم ندهنها علشان خاطر هي بتلزق، فلو سبتها كده هتلزق في ايدي ومش هعرف افردها. هنا بعد ما سويتها زي ما انتم شايفين كده وفردتها خالص في الصينية، هبدأ ادخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180، وهنشوفها بإذن الله لما هتخرج هيبقى شكلها عامل ازاي. شكلها بعد ما خرجتها من الفرن، هصبر عليها خالص لحد ما تهدى خالص وتبرد، وهبدأ اقطعها عشان هدخلها تاني الفرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 100 درجة، عشان انشفها اخليها جافة زي البسكوتة كده. هتشوفها دلوقتي. هنا هبدأ اجيب سكينة مشرشرة عندي، وابدأ اقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقطعها بقى على حسب الحجم اللي انا عاوزاه كده. بسم الله، يعني احاول اخليهم كلهم مقاس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اهم حاجة ان انا اصبر عليها لما تبرد، وتكون السكينة مشرشرة بالشكل ده كده. وهنا بعد ما قطعتها زي ما انتم شايفين كده الحجم دوت، هبدأ انقلها تاني في صينية بقى اكبر شوية عشان تاخد راحتها، لانها هقلبها على الناحية التانية، وهبدأ ارصها وهدخلها الفرن تاني زي ما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت،
تاخد القرمشة بتاعتها اللي انا عاوزاها، وهنشوفها بإذن الله لما هتخرج هتبقى شكلها عامل ازاي، هتبقى البسكوتة بتاعتنا جهزت. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كده شكله النهائي بعد ما خلصته وخرجته من الفرن. زي ما انتم شايفين كده، ده شكله وده لونه تحفة. مش عايزة اقول لكم ريحته جميلة جدا، ريحة اليانسون مع البسكوت روعة. اهي عمل لنا كمية كبيرة جدا زي ما انتم شايفين، ده شكله اهوت. وهنا عندنا واحدة اهي منه على جنب زي ما انتم شايفين القرمشة اهي. بصوا عاملة ازاي من جوه، طبعا اليانسون هنا اهو والقرمشه من بره اهيت تحفه. مش عايزه اقول لكم، يا رب تجربوه وان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش الاول مره يشاهد معايا القناه يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وتدعموني باللايك، واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.